ومباشرة نرحب بالأستاذ حامد زايد، مرحبا بك. أهلا وسهلا يا أخي، يا مرحب، حياك الله يا أخي، الله بارك الله يحييك، فيك. الله يعزك ويبارك فيك. سعيد أن أكون معكم كالعادة. وكالعادة ما شاء الله، يعني أناقة تناسق جميل، يعني يا أخي ده من ذوقك بس. الأبيض والأحمر والأسود ده بيدينا كده مزيج عجيب يعني. من الحب. الله يديك طيب العافية. أهلا بك. أهلا بك، تفضل. طيب يمكن عبد الرحمن يتكلم عن كثير من النتائج الإيجابية اللي ممكن تكون إذا في تواصل، والسلبية اللي ممكن تكون إذا ما في تواصل، وأشار إشارة كبيرة جدا جدا لمستويين يعني من التواصل، تواصل يعني شخصي أو كذا يعني، والتواصل الكبير اللي بيتحقق من خلال جودة التواصل الشخصي اللي هو ما في قطيعة ما في كده. نبدأ معاك القصة، مش كده بتاخد قصة دايما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم وعلى كل المشاهدين، ومرحب بكم، وسعيد أني أكون معكم يعني ونتواصل في هذه الفقرة الجميلة، مزيد من الحب. الله يديك العافية. فالتواصل لمزيد من الحب. في قصة بتبدأ بيها الليلة ولا؟ إذا حابه. طيب نسمع طوالي. طيب انتوا القصة دي كيف مع المشاهدين، النتائج اللي بتجيكم والأثر الرجعي اللي بيجيكم، يعني انها كويسة يعني؟ بصراحة حاجتين، الحاجة الأولى فيها تشويق أكتر، والحاجة الثانية بتوضح مسار الكلام حيكون عامل كيف. دي النتيجة اللي طلعنا بيها يعني حقيقة. خطير. كويس جدا. طيب عندنا نحن هي فكرة القصة هي لتهيئة الزول اللي بيسمعك أو بيشاهدك وتجذب انتباهه إنه يسمعك. أنت كده بتقيدني إن تكون على الأقل ماشي مع الموضوع على راحتك. ما في مشكلة، لكن خلاص أنا ذاتي قمت عملت المقدمة دي عشان أفكر في واحدة ماشية مع الموضوع يعني. ما شاء الله. طيب في يوم من الأيام كان في زول كبير مشى للطبيب الخاص بتاعه بيشتكي له مشكلة غريبة. مشكلة غريبة يا عبد الرحمن، إنه هو تزوج قبل سنوات من امرأة جاية من أسرة إذا وصلوا 35 سنة يكون عندهم مشكلة في السمع. ده الكلام، دي المقدمة العملة للطبيب. الطبيب طبعا اندهش وقال له الحاصل شنو. فحكى للطبيب انه انا زوجتي للأسف وصلت 25 سنة، 35 سنة، معناته شنو تلقائيا؟ ما حتسمع. فالطبيب قال له كده ما حنحكم عليها بحكمك انت، الصح انها تجينا نعمل لها بعض التشخيص والفحوصات والكلام ده وكده، لكن قبل ما تجيب لنا عشان نعمل لها اي تشخيص انا بديك اختبار صغير تعمله لها وبعدها تجيب لنا الطوالي. قال له تمشي البيت وتقف على بعد 15 خطوة وتقوم تسلم عليها وتسألها انك عاملة لنا شنو الليلة في الغداء، وشوف رد الفعل. اذا ردت عليك ده كلام كويس، معناتها ما عندها مشكلة كبيرة يعني تسمع. اذا ما ردت اتقدم تاني خطوات وتقدم، واذا ما سمعت اصلا وكورك لها في اضانة اسألها اقول لها عاملة لنا شنو الليلة في الغداء. تخيلت ايوه. وفعلا مشى طبق التمرين وبدأ يتقدم كل مرة، كل مرة يتقدم، وهي ما سمع، وهو يتقدم كل مرة. ما هو الدكتور قال له شوف الرد في أتي مرحلة، فهو ما لقى رد لحد الآن. لما اضطر يكورك لها في أذنها ويقول لها عاملة لنا شنو الليلة في الغداء، فقامت زحته كده من راحة بذوق شديد وقالت له يا راجل مالك، دي المرة الخامسة أنا بقول لك عاملة لك دجاج بالفرن. يعني مشكلة فيه هو، طلع هو انتهت القصة. بعد كده انت احكم براك. بعد كده ابدأ اسألني وانا.
إذا القصة أنا إذا ربطتها بموضوعنا، إذا كان في تواصل ده كل ما كان حصل مشكلة. ايوه انا طبعا ما بحب اربط القصص بالموضوع، لان احيانا قد تقوم تبوظ لي واحد من اسئلتكم او واحد من الحاجات اللي انا خاتي تمام، اني اقولها للناس نخلي الربط على كيف على المشاهد. كيف المشاهد. اشكرك جدا، طيب اشكرك. خلينا نعرف التواصل الأسري، بنقصد شنو لما نقول تواصل أسري؟ طوالي نبدا نعرف التواصل الاسري، ولا عايز فيك انت تعمل الاسره براها والتواصل كذا احسن لي طيب صراحه. نبدا بالاسره. اذا ما عندكم مانع في الموضوع. لا ما عندنا مانع، نحن نعرف شنو اسره اول حاجه ونتفق عليها ويبقى عندنا مفهوم ليها. بعد ذاك نمشي ثاني نشوف شنو تواصل، وبعدين نلمهم مع بعض نشوف شنو التواصل الاسري. الاسري على بركه الله. بتساعدوني بشنو انتم؟ اي حاجه انت اطلب بس. طيب خلاص، أنا شايف عندك كوباية وصاحبك عنده كوباية وأنا ما عندي كوباية، جاياك. ما في مشكلة. طيب إذا دايرين نتكلم عن الأسرة، ده من المسلمات المعروفة للناس كلهم إنه الأسرة عادة كده الناس بيسموها نواة. في بعض الناس العلماء الباحثين في الموضوع بتاع الأسرة ده عندهم لها تعريفات مختلفة. مثلا زول يقول لك هي مجموعة ساكنين مع بعض، بيعيشوا ظروف اقتصادية مع بعض، يتناسلوا، دي عندهم ده تعريف للأسرة. ممكن نلقى تعريف تاني إن هي جماعة برضو. شوف قصة جماعة دي لازم تكون أسرة جماعة، ما في زول واحد بيبقى شنو أسرة. أسرة لازم يكون شنو جماعة. عشان كده في كل التعريفات اللي أنا مرت بي بلقى إنه تعريف الأسرة إنها جماعة. فجماعة تنظيمية مهمتها إنها تخلي المجتمع ده متماسك ويتطور. ممكن زول تاني يعرفها إنها نواة في المجتمع، مكون للمجتمع، لأنه إذا هي الأسرة هي البيئة اللي بينشأ فيها الفرد. بالتالي إذا دايرين نحن تعريف واضح إنها هي نواة للمجتمع، دي بتبقى الأسرة. في تعريف تاني وممكن ده التعريف اللي أنا أميل له، إنه الأسرة هي جماعة تربطهم، يعني صلة بتاع الدم والرحم كده، دي يلا بتكون بعد ذاك، بتتفاعل مع بعض، تسكن مع بعض، تتواصل مع بعض، في النهاية بتأثر في بعض. دي كده ممكن يكون نحدد فيها ان الاسره صله بتاع الدم. صحيح احنا عندنا قناعه انه رب اخ لك لم تلده امك، ده ممكن نتكلم فيه لقدام اذا لقينا فرصه، ولكن طالما وجدت جماعه وفي صله دم بيناتهم وفي علاقات بيناتهم وادوار بيناتهم، ابو ام، اولاد، بنات، ابناء، والد، والده كده يعني. نعم نصل. حتة صغيرة لو سمحت لي، انه لما جاء الاسلام مجتمع كان من ناحية بتاعت اسرة مفكك، ما كان متماسك الى درجة معقولة، ما كان فيه حرية، كان فيه سيطرة واضحة جدا. يعني كان ممكن تلقى الرجل مثلا يتخلص اذا بشر يعني بأنثى او كده، فكان مجتمع ظالم. اما الاسلام اهتم بالحكاية دي ونظم تنظيم يعني محترم جدا، مش كده وبس، وجعل انه الزواج اللي هو بيكون الاسره ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. ولا طبعا ما في شك، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه. شوف يعني الدين اهتم بالحكايه دي جدا في المعاملات العامه وفي القيم الحياتيه. الاسره ذات قيمه، بالتالي نحن الليلة بنتكلم عن قيمة. أنا أشكركم يعني للحكاية دي، فدي قيمة كبيرة وقيمة مهمة. وشوف الآن أعمل مقارنة صغيرة بين مجتمعاتنا دي اللي فيها أسر متماسكة وبين مجتمعات هي مثقفة متحضرة. دي الآن مستوى التفكك فيها عالي جدا، كبير. أيوه. بسبب شنو؟ انه ما في النواة الاولى دي، ما في اهتمام بها بالقدر المعقول. في بعض المجتمعات الزول اذا بلغ 18 سنة يتخارج، اذا ما تخارج وحب يقعد
ما بيقعد ساي برضه، لازم يكون في صيغة، يدفع مثلا إيجار، يعمل شنو، يعني يشوف الصيغة اللي بتناسب معاه في إنه يستمر ضمن الأسرة دي، بتلاقوا بس في المناسبات وكده. فده لكن الإسلام يعني جعل تماسك هذه الأسرة مسألة ضرورية جدا جدا، وصمم أمان للمجتمع كله. بالضبط، انت اذا الاسره تماسكت تماما، معناته شنو؟ المجتمع كله متماسك، لانه الفرد بينشا في اسره، بيتلقى القيم والاخلاق والحاجات بتاعته كلها ضمن هذه الاسره. نعم. طيب ده كله على الاسره، لما نجي للتواصل حنقول شنو؟ بس كده للاسره، خلاص كده غطيناه وكده. وشوف من جمال موضوع الاسره ده، بتلقى هسي ناس بيقوموا يسموا نفسهم اسره كده مثلا. ايوه، كان زمان في روابط، بقت في اسر، في حاجات زي دي في مجتمعات. الناس رحلوا من مناطق كثيره، بيفتشوا طريقه تجمعهم مع بعض كاسر، أسر مع بعض، تجتمع مع بعض، تكون أسرة واحدة من بيئة واحدة من منطقة واحدة. من ده كلام عجيب. عندنا في البرمجات الخاصة في الأعياد مثلا في القناة يقول لك أسرة اليوم الأول، أسرة بالضبط اليوم الثاني، في المدرسة نفسها أسرة الفيزياء، أسرة الكيمياء، بالضبط، أسرة في التاريخ. الجامعات برضه هسه شايف برضه في أسر. فده معناه إنه نحمد الله سبحانه وتعالى إنه نحن عندنا لسه اهتمام بالأسرة. في أسر ممتدة هسه في العالم الثاني ده، ما بتلقى زول عارف لا حبوبة ولا عارف ليه، لكن عندنا في مجتمعنا ده من الإيجابيات الممتازة إننا أسرنا متماسكة متواصلة. يعني بتلقى الناس قريبين في حوش، عايشين في حوش، عمات وخالات وأعمام وقصة، يعني كلهم أسرة. تلقى أحيانا قرية كلهم أسرة، صحيح، مستوى عالي جدا من التماسك، مستوى عالي جدا من التواصل اللي حنتكلم عنه، يعني مستوى من الحب، مستوى من السعادة. أشكرك. نعم، تمام. نمشي للتواصل ولا لسه؟ نمشي للتواصل، ما في أي مشكلة. نعمل ليه وشنو؟ برضو نفرتقه مش عبد الرحمن نعرفه ولا؟ أول التواصل يمكن أخذناه في كذا في كذا من الحلقات، كان الحلقات الماضية اتطرقنا لموضوع التواصل. إشارات. نعم، هو التواصل يعني بالبلدي كده وصل الحاجة، يعني توصلها مع بعض عشان تندمج مع بعض. مثلا دار توصل خرطوش في ماسورة يعني، أو توصل الجهاز بتاعك في الكهرباء، يعني يحصل تواصل. في تعريف التواصل العام، الجماعة بتاع علماء التواصل ديل بيسموه هو تبادل في الغالب، لكن عندنا نحن التواصل هنا صلة. أيوة، التواصل هنا عندنا التأثير، التواصل عندنا هنا خاصة، يعني التواصل إنك أنت تعيش مع الآخر، تخلق علاقة مع الآخر، ده نحن هنا ده ممكن أنت تسميه تواصل. طبعا عشان يكتمل عنده مكونات، بالتالي بيكون في مرسل وفي بيجاي متلقي او مستقبل، زي ما انت شايفك مرسل جاء طوالي. انت حبيت قصه مستقبل دي، نستعملها معاك ما في مشكله. في مرسل معناتها في مستقبل. نستاذنك استاذنا حامد زايد بمتصله عبر الهاتف في مدينه عطبره، الا وهي ام عبد الله خليل. عملت تواصل يعني الان. ده تواصل. مرحب بها. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. حبابك والله. والله عليك بس عايزين نتعلم منكم الكثير يعني، ما الله يهديك. بنتصل طوالي لكن عشان نتعلم يعني. حبابك والله ومرحب بك، والبرنامج برنامجك يعني. والله يبارك فيك. والله انا اللي انا برا من البيت، لكن عرفت انه عندكم دكتورة التنمية البشرية وفي التواصل الاسري. ايوه تمام. والله دي حاجة مهمة طبعا، زي ما شفت السؤال حق مش انا ما عجبني انه الواحد يخافوا عليه وما يواصل، يعني دي ما عجبتني. لكن ده رسالة الدكتور في التواصل كده. اشرحي الحاجة اللي قلتيها دي شنو بس، معلش يا ام عبد الله، كانت في حلقة امس قلت لك في انه بيقول الواحد يخاف على الطفل ما يواصل عشان ما يشيل وضحت.
وضحت. اي يلا انا ما عجبتني حكايه انه ما يواصل وما يمشي مع الضغط ومعه والضغوط دي، انا ما عجبتني، لكن طبعا دارت على منها الدكتور تمام انه فوائد التواصل والحميميه. انا بقول يا دكتور حتى الطفل من هو رضيع لو انا برضعه وعاينت له بنظره ايجابيه بتبقى حميميه، صح ولا ما صح؟ طيب تسمعين ان شاء الله تعالى يا ام عبد الله بعد الاتصال مباشره. انت عايز يجاوب لك الان مباشره على الهواء يعني؟ انا على الهواء ما في البيت اسحبي الان اخذنا مع عبد الله على الاجابه منه. فوائد التواصل بتتكلم عن بالنسبه لمهاره الشخصيه والحميميه وكذا. قلت لك الطفل انا بتكلم مع الدكتور من هو رضيع صغير لو امه حتى في الرضاعه دي لو عاينت له بحميميه بيكون ايجابي. لو انه مثلا استعجلت منه ما يعني بيقول لك صمام في عامين دي في الحميميه مش في الشبع وفي الحاجات. تمام 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 يعني حتى نظره الام لطفيله من هو رضيع أيوة. لو عندها حميميه معاه كويسه يعني انه هو بيطلع ايجابي. ممتاز ممتاز. تسمع تعليق استاذ حامد ان شاء الله تعالى. اي بس على رجالة كده عشان انا على التلفون وما بقدر اطول على الخط. طوالي طوالي شكرا لك الله يحييك. طيب مرحبا الاخت ام عبد الله من عطبره الجميله، وتحياتنا لناس عطبره عبرك. طيب التواصل هي مشت معانا في اتجاه ايجابي كويس، انه قالت التواصل ده مطلوب في الاسره، ومش كده وبس، يعني التواصل حتى الطفل وهو رضيع بيعرف التواصل. نحن كنا يعني في نقاشنا وكده قاعدين نوري انه الطفل الصغير بيعرف التواصل، بيعرف لغة الجسد وكده، لانه عنده خبير في ذهنه بيفهمه القصة بتاعت لغة الجسد دي، بيفهمها تماما. عشان كده المرة اللي فاتت لو بتتذكر أستاذ عبد الرحمن إنه قلنا المرأة هي الأقدر على قراءة وتفسير لغة الجسد، لأنه ربنا سبحانه وتعالى أداها هذه الإمكانيات، هذه القدرات، إنها بتتواصل مع رضيع ما يعني ما بيقدر يتواصل، ما بيتكلم، ما بيقدر يعبر، ولكن عنده حركات هي بتعرف من حركاته دي، بتعرف تتواصل معه. عجيب. ما تحس به بس، ما كفاية يعني احس بك بس ما كفايه، احس بك عملي بعد ذاك، تعمل لي حاجه تخليني انا احس بك وافهم انك واتاكد من الرساله. فده معناه انه ده مهم جدا، وانها هي واقفه معانا في موضوع انه التواصل هو موضوع مهم في الاسره. طيب لحد ما اجهز لك السؤال الجاي اتفضل استاذ حامد. ايوه اتفضل اخي. شكرا خليل. كان عندنا تقريبا في الفيزياء يقول لك التوصيل على التوالي وعلى التوازي. أيوة. واحدة من الأشياء اللي دائما بتذكره وبربطها بالتواصل الأسري أزمة التوصيل على التوالي. يعني أول توصيلة إذا ما كانت هي موصلة تمام ما هي ترتصل للبعدية. إذا انقطعت في النص أكيد باقي أفراد العائلة وباقي أفراد التوصيلات دي كلها تكون برا الشبكة. سبحان الله، وده بيأكد أهمية التواصل يعني الجيد كمان بالتحديد، مش أي تواصل. نحن يمكن أستاذ حامد قبل الاتصال بتاع أختنا أم عبد الله نعم. أشرت لمسألة في مرسل وفي مستقبل. نعم. نواصل بالضرورة الفكرة. أنا كنت عايز أتكلم عن بتكون كيف التواصل ذاته. يلا ما بتكون من طرف واحد، زي ما هي ذاتها قالت إنه في تواصل في مرسل، كان ده الطفل الصغير لأمه رسالة رسلها لأمه، رسالة تانية، والتواصل بيستمر كده. بالتالي طالما في مرسل في مستقبل معناه في رسالة لازم. طيب الرسالة دي بتحتاج لقناة بتاعت إرسال. يلا حنجي لقدام شوية لما نتطور في موضوع التواصل ده وفي النقاش فيه. انت سميته التواصل الجيد، نحن بنسميه التواصل الفعال، وعندنا له يعني قياسات، وعندنا له مهارات بنديها عشان يكون التواصل فعال. في فرق ما بين الجيد والفعال؟ ايوه. الجودة غير الفعالية. مش كده؟ يعني جيد ممكن يكون جيد ولكنه يعني ما مفيد.
فنحن دايرينه فعال، فيه فائدة، فيه فائدة، فيه أثر. طيب بغض النظر عن النظر الرسالة، محتاجة يا أستاذ حامد، ما الأسرة دي خلاص يعني نحن كبير تكلمنا عنها، يعني أب موجود وأم موجودة وفي أبناء موجودين، والموضوع ده محتاج لدراسة وفهم ومعرفة. ما الناس دي متواصلة يعني ما شاء الله، من المشكلة وين بالضبط؟ كويس. نحن خلاص مرقنا من التواصل الأسري ولا قاعدين فيه ولسه؟ لا قاعدين فيه، وما ده ذات فيه صميمه. ده صميمه فعلا. ناس قاعدين، فهل ناس قاعدين بس كفاية؟ يعني ناس قاعدين، ناس قاعدين، واحد بدي تعليمات التانيين بنفذه كده، ده نحن ممكن نسمي تواصل. ده بقوم ينقلني لحتة لقدام شوية، اسمها أنواع التواصل الأسري. غالبا حصرت يعني في 3 أنواع. عجبني فيها واحد اسمه كورنر. كورنر ده عنده للتواصل الأسري 3 أنواع لذيذات جدا. هي دي ذاتها فرصة هسه نحن وانتو والمشاهدين بتاعنا نتكلم فيها، نشوف الثلاثة بتاعت كورنر ديل في الاتصال الأسري. اتكلم عن اتصال التراضي. كورنر بمعنى عنده 3 أنواع، قال التراضي والتعددي واتصال الحماية. نقوم حماري. الحماية في الأول اللي هو قلنا شنو في الأول؟ الاتصال بالتراضي. بالتراضي ده بيكون دايما بين أسر أو أفراد أسرة عندهم قيم، يعني عندهم مرجعية، بيبدوا يتفاهموا، مسموح فيه إنه الزول يعبر عن وجهة نظره، عن رأيه، عن كده. طيب راضين عنك يعني، لكن في النهاية في قيم بتحكم هذا أيوة. التواصل، لذا اسمه بالتراضي، يعني فيه فرصة انك تسمع، انك تعبر، انك 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 طيب في اتصال تعددي. تعددي ده بيكون في الأسرة مسموح لأفرادهم انه اي زول يعبر بطريقته، يتصرف بطريقته حسب فهمه، حسب ثقافته، من غير محاسبة، من غير اي شيء، ما في سقف، ما في حدود. ده في بعض الأحيان، وإنه زول يتصرف زي ما هو عايز، ده هنا بيسموه شنو؟ تعددي، من غير ما تكون في قيم حاكمة، ما في أي حاجة حاكمة، لا قيم، لا قوانين، ولا سلطة، ولا أي شيء. ده طبعا عنده فوائد، أو عنده فائدة واحدة. فائدته إنه الناس اللي بيكونوا في الأسرة ذي بيكون عندهم يعني فرصة إنهم يعبروا بحرية، وإنهم بيكون عندهم ثقة في أنفسهم أكثر في إنهم يوصلوا أفكارهم ومعلوماتهم وكده. بس في النهاية ده ما إحنا حنقولهم كلهم، أي زول يشوف نفسه هو ياتي واحد من ذيل، وهو ممكن يكون أو يدمج بيناتهم كلهم. الأخير هو الحماية. الحماية ده فيه بس السيد، يعني تعليمات بتنزل، ما في أي فرصة للنقاش، ما في فرصة للحوار، ما في فرصة للتعبير. لو قال الأب مثلا أنا عايز كده، أو الأم أنا عايزة كده، خلاص انتهى الكلام، قطعت جهيزة قول كل خطيب. ما في كلمة تاني. حماية جاي من وين طيب في الحالة دي؟ الحماية للسلطة الأعلى. اللي هي محمي، انت ما عندك طريقة تتصرف زي هسه، انت لو قدرت تخش على جهازك وكان محمي، لو ما عندك الباسورد ما بتقدر تدخله كده. بالتالي ده من عيوبه برضو، انه ما بكون في حرية، ما بكون في ثقة بالنفس، ما بكون في فرصة للتعبير وكده. عشان كده في كثير من المجتمعات المبدعة بيقول لك يخلوا الطفل يتصرف، وفي كثير منا بيبقى الطفل بتصنف في بعض المجتمعات الثانية انه قليل ادب. أيوة. يعني ماخذ راحته كده. دي ذكرتني حاجة لطيفة، لانه الناس بتختلف في مرجعيتها للمسألة. بالضبط حاجة لطيفة، زول جابوه من قريتهم، مشى درس
في معهد التربية في بخت الرضا. فتلقى قيم جديدة وأساليب جديدة وكذا في التربية. ففهم إنه تربية الأطفال دي والتواصل معهم يتم بالكلام اللطيف، يعني ما فيه أي جلد وكذا وكذا. فبقى يتكلم مع ولده، لا يا بابا غلط يا بابا، وبابا ما شغال بالموضوع خالص. احيانا برضو انت في دي والذين اجي نتكلم عنها بعدين نتم القصه، فقال لي لا يا بابا لا يا بابا، جو الضيوف. بعدين الولد بين الطيط وقلة ادب وكذا قام دفر الطرابيزه والشاي دفى وملابس الضيوف اتاثرت وكذا، فزعل من الولد جدا. فقام رجع لحاجاته القديمة، شال كرة على الترابيزة، قال لنا على أبوك على أبو بخت الرضا، وجلد وجلد جلد وجلدة شديدة. ده نظام حماية هنا، ما قدر هو يتواءم مع النظام بتاع الحرية والتعددية والقصة دي. حتى بالمناسبة في مجتمعنا نحن كثير مننا نضيق بالقصة بتاعت الرأي الآخر. التعددية دي ذاتها، اللفظة ذاتها لو ملاحظ لما نستعملها بعدين هناك ما بتلقانا مستحملين بأحزاب تانية وجهة نظر تانية وكده. ده إذا تعلموه الناس في الأسرة بيبقى بالمناسبة فيه فائدة كبيرة، وده بس بالتواصل. سبحان الله يا أستاذ حامد. يمكن أم عبد الله ذكرت نقطة في غاية الأهمية. موضوعنا كان امبارح يا خليل اللي سألته منه، إنه قلت له الموضوع شنو كان نتكلم. أيوة. واحدة من المشاكل كنا قاعدين نعاني منها إنه بعض الأمهات والآباء بيمنعوا أطفالهم إن إنهم يزوروا مثلاً أو أعمامهم، خال خيلانهم، خالاتهم، يقولوا والله الناس كعبين أو ما تمشي مع فلان الفلاني. الولد لسه صغير ما شاف أي شيء، يعني مشكلة ما بين الأم والأم أو ما بين الأم والأب، كويس، مع الأسرة الثانية. ما مفترض بيحموا أطفال ولا بيم، يعني بيقول لهم يا أخوان ما تمشي هناك. فالواحد بيحس إنه شنو في حاجة غلط، فبيحاول إنه ما يسمع الكلام، يمشي وراهم مرة مرتين لحد ما يكتشف السبب، تلقى إنه في خلافات ما بين الكبار. طيب الصغار ذنبهم شنو؟ هم عندهم فيها ذنب. وده حتى بيدخلنا في مشاكل مع ربنا سبحانه وتعالى، نحن في غنى عنا يعني. نعم. الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أن يوصل ده ما الوصل ذاته من قبل، وين أنت؟ أنا ذكرتها قبل لكن ما حبيت أقطعك بس. يوصل ده يعني يتوصل. أيوة. يعني ربنا عايز إنه حتى اسمها صلة الرحم. صلة الرحم. وشوف بيقول لك، ودي دائما بنسمعها في خطب عيد الأضحى وكذا، إنه الرحم من ربنا، يعني من وصل فقد وصلني. والصلاة هي تواصل برضو بين العبد، صلة بين العبد والرب مطلوبة. دي انواع من اللي بنتكلم عنه نحن هنا محصورين فيه طبعا، يا هو الاسري ده. طيب خلينا احنا نبين اكثر للمشاهدين الاعزاء في كل مكان اهميه التواصل الاسري. يعني في ناس الان بيقول لك الاسره دي، يعني ناس بيتزوجوا يجيبوا لهم شفاعين ثلاثه اربعه، يعملوا لهم مشاكل، يقروهم مدارس ثانويه جامعه، يتفوقوا، خلاص كده الموضوع ده انتهى. كده نحن شنو عملنا انجازا في الحياه، وربنا قال نحن عرسنا، جبنا شفع وقريناهم وعملنا امورهم، ويبقوا مارقين بعد ده. والمساله عاديه. اهميه يعني التواصل الاسري. وصراحه يعني انا يمكن عندي شاهد من الشواهد اللي جمعنا معانا في احد الاحياء في الطائف، جيراننا ربنا يديهم الصحه والعافيه يحفظهم، يعني هم اسره عباره عن 9 و8 اخوان ما شاء الله، ساكنين نفس العماره، وبيناتهم ما شاء الله تبارك الله قمه بتاع التواصل الاسري غير طبيعي. على عكس جيراننا تانين فاتحين في بعض مشاكل وقوم وقاعدة، وانتو وانتو وانتو، ممكن يصل لحد محاكم. يعني ديل وصلوا بتربية معينة، وديل برضو وصلوا لتربية معينة. فخلينا نبين للنازل أهمية التواصل الأسري، وفي المستقبل ممكن يحصل شنو إذا كان في تواصل وإذا ما كان في تواصل. طيب نبدأ بالمستقبل. طيب في الغالب إذا ناس جايين من أسر متماسكة هم بكونوا متماسكين. الأسر الأولى المكونة كانت متماسكة، بقى عندها قيم. وقبل قلنا الأسرة ذات قيمة. فبقى عندهم قيم، بتوارثوا هذه القيم ويتواصلوا على هذا الأساس. بالتالي نحن إذا تعاملنا نحن الآن بطريقة ممتازة بأفكار ممتازة بنقوم نضمن شنو مستقبل برضو
ممتاز. يعني هسه اللي انت قلته قبل شويه انه يقولوا لما تمشي لاخ اولاد عمك او كذا لانهم ناس سيئين وكذا، ما خلاص ده تكونت صوره عنده بعد كده. هل لما نمشي مستقبلا بيبقى في تواصل كويس بيناتهم؟ ابدا بالتاكيد حيكون في اشكالات وكذا. طيب من ناحيه ثانيه انه ليه نحن ذاته حريصين على قصه التواصل الاسري؟ لانه عبره نحن بنحقق السعاده. مش في الحياه دي الزول عايز يعيش سعيد؟ لما يبقى في تواصل، في تواصل اسري بيبقى في تفاهم، بيبقى في تاثير، بيبقى في انت التاثير ده ياثر فيك وتاثر في الناس ايجابا. ايجابا، نعم انا بتكلم عنه ايجابا. فده معناه انه من الاهميه بمكان جدا اننا نهتم بمساله التواصل الاسري وندرب الناس عليه. هسه انا لاحظت عندنا بعض زملائنا يعني عندهم مبادرات ممتازه جدا في انهم يرفعوا مستوى التواصل الاسري، وها انتم الان يعني تساهموا برضو في انه الناس يناقشوا موضوع التواصل الاسري، يرفعوا في مهارات الناس في انهم يتواصلوا اسريا. في التواصل الاسري الناجح او اهميته، ولا مش كذا نحن نتكلم عن اهميته، انه الرساله تصل. الرساله تصل، بالتالي عنده شروط طبعا عشان يحصل تواصل ممتاز ويحقق السعاده اللي قاعدين نتكلم عنها دي. ده يتطلب انه نمشي ببعض الخطوات. خطوات اهميتها بتجي في انه مثلا الان ما زي زمان هسه مثلا، والناس اللي في المدينه ما زي الناس اللي في الريف او كده. في بعض القرى وكذا الناس عندهم نظام الضهر ده، بيجوا يقعدوا في كل الناس، يعني لو في زول ذاته فقد ما جاء معناه يفقدوا ماله الحاصل على شنو او كذا. الان الحكايه زي بقت اقرب للذاتيه كذا. يلا دي لظروف عمل الوالدين، لظروف الاولاد ومدارسهم وبرامجهم، حتى الاولاد عندهم برامج وعندهم علاقات وحدائق جماعية وبتتنظم أشياء زي دي. ده كله قام أضعف علاقة الناس ببعضها ببعض. بالتالي إذا عايزين نحن نرفع المستوى ده من الأهمية، نقوم نحدد وقت إن الناس يتلاقوا فيه. لازم إن شاء الله 10 دقائق الأسرة مع بعض، تجتمع مع بعض يتناقشوا ويتكلموا ويعرفوا. زمان كان في مجتمعنا ده او في مجتمعنا المتمدن الناس بتلاقوا في صينية الغداء، بيقول لك كده يعني زول بيرجع البيت وكده بيمشوا بيقعدوا مع بعض بيتكلموا مع بعض. تاني رفعوها لفطور الجمعة. بيقول الاسر اذا عايزين الناس حقيقة يستفيدوا في مسألة التواصل دي يحددوا لهم زمن. في حاجة انا ما كنت عارفها، سبحان الله، كان والدي رحمه الله صح تقبل ان شاء الله في بابانوسة كان ملزم بالنسبة لي أنا وأخواني إنه نجي نشرب شاي الصباح في الديوان. في ناس تانين أبواتهم كان ملزم إنهم إنه الساعة 7 مثلا مساء لازم يكون في البيت، ما يمرق ما كده شاي المغرب يعني كده. لاحقا أنا فهمت إنه دي شنو الحكاية دي. حتى كان جمعي ضيف زميلي في الجامعة ومشينا هناك، سكننا في بيتنا بس بغادي من الديوان العام. لكن كان حتى صديقي ده ملزم حسب القوانين الموجودة في البيت انه يجي يشرب الشاي الصباح مع والدي رحمه الله. كان مستمتع بالبرنامج ده جدا. له التحية اخونا حاتم بابكر احمد علي، تحية له، وتقريبا شغال في المجال ده الان في قناة افريقيا او حاجة. له التحية، خلاص حيته. اي والله تحية له. شكرا. طيب فاذا حددنا زمن الاسرة تتلاقى فيه مع بعض كلها، ده مفيد جدا وده بيساعد على اهمية التواصل الاجتماعي في التواصل ده الاسري عفوا نحن انه طيب